يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من قدم على قول الله أو على قول رسوله قول أحد من الناس كائنا من كان، أو هوى النفس، يدخل في الآية أو لا يدخل؟ يدخل، لأنه مما يتناوله العموم. لا تقدموا شيئا كائنا من كان، ولو كان القول لأبي بكر وعمر. ولذا طالب العلم عليه أن يتجرد ويجعل المعول على النص من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وبعض طلاب العلم يورد عليه النص ثم بعد ذلك يهجم عليه وعلى قلبه ما قرأه لأحد يثق به. يعني قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا كلام، وشيخ الإسلام إمام محيط مطلع، فالثقة به قد تجعل الإنسان أحيانا يلغي فهمه، أو يقرأ كلام لابن القيم رحمه الله تعالى فتجده يلغي فهم النص من أجل ما هجم عليه أو على قلبه من كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم. ونضرب المثال بهذين الإمامين لأنهما من الأئمة الموثوق بعلمهم من الذين يصدرون عن النصوص. أما من تعلق بإمام وصار يقلده في كل ما يقول ويقدمه على النصوص، مثل هذا لا عبرة به. يعني في حاشية الصاوي على الجلالين في تفسير سورة الكهف يقول: ولا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يعني هل هذا من امتثال هذا النهي لا تقدموا؟ لا والله ليس من امتثال هذا النهي. وتجد الشخص المقلد لإمام من الأئمة إذا أورد عليه كلام بالنص تقول: هذا الخبر، هذا الآية، آية في كتاب الله، يقول: ولو الإمام أعرف. هل مثل هذا يخفى على الإمام أحمد؟ يعني هل هذه الآية ما مرت على الإمام أحمد؟ هل هذا الحديث ما ذكر ما مر على الإمام أحمد؟ أنت تعرف هذا الحديث والإمام أحمد ما يعرفه؟ يا أخي، مش الإمام أحمد هل هو معصوم؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة بلا منازع، ويحفظ 700,000 حديث، أكثر مما تحفظه الآلات كلها الموجودة الآن، الكمبيوترات كلها ما تحفظ مثل الإمام أحمد، ومع ذلك ليس بمعصوم. وجد في أقواله وفي مذهبه الأقوال المرجوحة شيء كثير، وإن كان الأقرب إلى الدليل لكن وجد أقوال مرجوحة كثيرة في مذهبه رحمه الله، وليست بأكثر من المذاهب الأخرى عن الأقوال المرجوحة. يقول لك: هل أنت أعلم من مالك نجم السنن؟ نحن وأنت ومالك وأبو بكر وعمر كلنا تحت حكم الله وحكم رسوله. فطالب العلم عليه أن يتجرد، فإذا جاءه النص عن الله وعن رسوله عليه أن يقف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يقول إذا قيل له: قال رسول الله، قال المذهب كذا، المعتمد عندنا كذا، وفي قضية عند شخص من القضاة أحضره الدليل في صحيح البخاري، قال هذا الذي عليه العمل وهو المذهب وعليه أئمة الدعوة وعليه وعليه، هل هذا الكلام ينفع؟ ما ينفع. يا أخي أنت أجب عن هذا الدليل، أجب عن هذا الدليل، افهم كلام الأئمة وأجب عن هذا الدليل. فلا بد أن يتجرد طالب العلم ولا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد كائنا من كان. وهذا الكلام في إطار المذاهب، مذاهب الأئمة، أئمة الهدى، فضلا عن أئمة الضلال، الذي تقول له: يا أخي، نصوص القرآن من أوله إلى آخره تنهى عن الشرك وتحكم على المشرك بأنه خالد مخلد ولا يغفر له ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول لك: لا، شيوخنا كل عمرهم كلهم يطوفون على القبر. فمن توفيق الله جل وعلا للإنسان أن يتجرد. يعني هذه الكتب كتب أهل العلم، وإن كان عمدتها في الأصل الكتاب والسنة، لكن مع ذلك
قد يغفل الإنسان عند التطبيق، قد يخفى عليه الدليل، قد يفهم الدليل على غير مراد الله ومراد رسوله، قد يجتهد في فهم الدليل فلا يوفق في فهمه، ورب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. ومع الأسف أن الناس على طرف نقيض، من الناس من إذا أورد إليه كلام أهل العلم قال نحن هم رجال ونحن رجال، ويضرب بأقوالهم عرض الحائط بإطلاق. لكن أنت لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا بعد أن تعنى بكلام أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا تولدت عندك الملكة لفهم النصوص من خلال الاطلاع على أقوال أهل العلم الذين يفهمون الكتاب والسنة بدءا من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فمن الناس من طلاب العلم من يرمي بأقوال أهل العلم عرض الحائط، وهذا إفراط. وعندنا أيضا تفريط من يعتمد أقوال أهل العلم في مقابل النصوص، والخير في الوسط، يعني يعرف لأهل العلم قدرهم وتفهم النصوص من خلال فهمهم، إلا إذا اجتهدوا وأخطأوا فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام.